معايا على التليفون اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء النور يا استاذ عمرو. يعني مساء انا بحضرتك، ازاي مر النهارده؟ يعني هو اليوم بدا مبكرا عقب صلاه الفجر، تجمعت اعداد محدوده امام عدد من المساجد، حاولوا تجميع مسيرات وسير في مسيرات لعقب حركه المرور وتعطيلها. قاموا بمحاوله قطع الطريق الدائري عند منطقه القصر الغربي في منطقه الوراء، وكذلك على محور المنيب، طريق السكه الحديد في بعض المناطق في البدرشين وفي سملوط وفي بني سويف، عده محاولات لتعطيل المرافق العامه. مخطط اجرامي كان يجري تنفيذه لتعطيل مرافق الدوله. يعني الحمد لله لم تفلح محاولات الحشد بتسهيل مسيرات او مظاهرات، حيث ان كل المواطنين وعوا تماما ولفظوهم تماما، ولم يعد لديهم القدره على الحج، لجأوا الى هذه الاعمال الخسيسه لتخريب مرافق الدوله. الحمد لله القوات الامنيه تمكنت من فرض سيطرتها تماما والتصدي لمحاولات بعض المسيرات التي كانت لا تزيد عن العشرات في بعض مناطق القاهره والجيزه والاسكندريه. تمكنت القوات من ضبط 14 من المشاركين في هذه المسيرات، بعضهم كان بحوزته اسلحه اليه وزوجات ولتوف وعبوات ناسفه. احد المواطنين كان يقوم بقطع طريق السكه الحديد في منطقه سمرلوط باطارات واشعال النار في اطارات السيارات على الطريق، كان بحوزته بندقيه اليه تم ضبطه. اخر كان في منطقه الجيزه، كان بحوزته عبوه ناسفه يعتزم القائها على الحول الامني، تم ضبطه وتم ابطال مفعولها. تمكنت القوات الحمايه المدنيه ورجال المفرقعات من ابطال 23 عبوه ناسفه تم العثور عليها في مناطق مختلفه بارجاء الجمهوريه. في القاهره حدث اشتباكات ما بين المواطنين اهالي منطقه المطريه وبين حاولت التجمع في تلك المنطقه، كذلك في الجيزه في منطقه ارض اللواء وفي منطقه الصلبيه. يعني هناك والقناه اعمالهم الاجراميه كانت تبث طوال اليوم اخبار كاذبه حول التعدي على اقسام شرطه واحراق سيارات شرطه وغير ذلك، كلها اكاذيب لا اساس لها من الصحه. ما حصلش اي حرق لاقسام شرطه او لسيارات شرطه، لم يحدث ذلك اطلاقا. وكانت عباره عن اعمال يعني دعوات تحريضيه لهذه العناصر لارتكاب مثل هذه الافعال التي كانوا يقولون انها قد تمت. يعني كلها احداث بقصد احداث حاله من الترويع والتخويف للمواطنين وتعطيل المرافق العامه والتعدي عليها. الخطه الامنيه مستمره. نعم. التواجد الامني على استنفاره وجاهزيته سيستمر اليوم وغدا ان شاء الله، وسنستمر متواجدين في الشارع لحفظ الامن والامان. هل عند حضرتك احصاءات باصابات بقتلى سياده اللواء؟ يعني حتى لم نبلغ حتى الان سوى باستشهاد رقيب شرطه واصابه اخر ووفاه احد المواطنين بمنطقه ارض اللواء، ده نتيجه اصابته حاله. اصابته بايه يا سياده اللواء؟ افندم؟ اصابته بايه؟ بطلق ناري. من اي جهه؟ منطقه ارض اللواء. من اي؟ حاولت مجموعه من هذه العناصر قطع مزدان ارض اللواء، ولكن اهل المنطقه تصدوا لهم وحدث بينهم اشتباك بالاسلحه الناريه والخرطوش نتج عنه اصابه. يعني الحديث يدور عن يعني استشهاد رقيب شرطه واحد المواطنين النهارده، اثنين قتلى. حتى الان لم نبلغ سوى ذلك حتى الان. طيب في اصابات؟ لدينا اصابات في بعض المجندين وفرد شرطه اخر، يعني اصابات رقيب شرطه اخر مصاب بطلق خرطوش، وبعض بعض المجندين اصابات نتيجة إلقاء زجاج مولوتوف وغير ذلك من الألعاب النارية. خطتكم مستمرة للأيام القليلة المقبلة يا سياده اللواء؟ إن شاء الله مستمرة مستنفرة، وكافة عناصر الخطة سيتم تنفيذها. كافة القطاعات النوعية والجغرافية تشارك في تنفيذ الخطة. شرطة النقل والمواصلات تعمل على تأمين خطوط السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق. المسطحات المائية تعمل على تأمين المسطح المائي. كل عناصر الشرطه نعم
وتقوم بواجبها إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا ست اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية.